السلام عليكم ورحمة الله. طبعا والدتي الله يحفظها ويطول لي بعمرها ويحفظ أمهاتكم ويعطيهم الصحة والعافية. والدتي فدوة رحت لنعالها دائما. شو تسوي من تشوف عندي ملابس مثل هذا التيشيرت هذا الآن لابسه، تشوفه لونه أسود تحب تسوي بيه فنون، يقول لك وليش دائما أسود، خلي غير لبي. شو تسوي؟ روح تخلي عليه قاصر. فشي يصير؟ تسوي بيه حركة فنية، يطقع منا القطقع بيضة هنا. فهي مو قصدها تشوه لي، لا هي قصدها تضيف لمستها الفنية. صباح الخير، شلونكم؟ طبعا اليوم كان ضيفي الدكتور محمد طاهر، حكينا عن زراعة الأسنان الفورية. دكتور ممكن تحكي لنا شيء مختصر عن زراعة الأسنان الفورية؟ الزراعة الفورية هي زراعة سويسرية تم بدون فتح لثة، بدون ألم، بدون زراعة عظم، بدون رفع جيوبانفية، تتم خلال أسبوع، أقل من أسبوع. حلو. والمريض يقدر يعيش حياته، يبتسم براحته خلال هالفترة. ممتازة جدا ومضمونة مدى الحياة. حلو. طبعا احنا حكينا دكتور تكلم عن الموضوع بشكل مفصل ودقيق بالحلقة، وإن شاء الله الحلقة حتنعرض يوم السبت، وأنا قبلها راح أنوح عن ظهور الحلقة وإن شاء الله تابعوه راح تستفادوا منها. شكرا دكتور. شكرا. تسلم. جزيلا.